مستشفى المتظاهرين في ساحة التحرير كما يسميه المنتفضون في بغداد، مفصل مهم لإغاثة وعلاج جرحى التظاهرات. أطباء وممرضون وطلاب متطوعون قرروا الوقوف بجانب المتظاهرين وبقوة منذ الأيام الأولى لانتفاضة تشرين. طبعا احنا مجموعة متطوعين، بينا طلاب، بينا موظفين، اتينا هنا لإسعاف اخوتنا المتظاهرين الموجودين على جسر الجمهورية. طبعا القوات الأمنية تطلق عليهم غاز مسيل للدموع وبعض انواع من القنابل الصوتية، فهي تؤدي الى شظايا المتظاهرين فيتأثرون. وعلى طول اليوم تصل عشرات الحالات من المصابين الى هذه الخيم، حيث تكون فرق الإغاثة بانتظارهم. تجينا حالات اختناق، تحسس، لان هم الغازات من هالغازات تجينا حالات تشبه مشابهه تقريبا للربو، احنا نعالجها. عندنا فنتولين وعندنا هيدروكورتيزون، عندنا يعني المواد اللي تقدر تعالج هاي الحاله. ومرات تجينا اصابات بالقنابل نقدر نضمدها، وحروق بسيطه وحروق عميقه، نوع من الحروق. احد المضمدين المتطوعين لعلاج جرحى المتظاهرين طلب المساعدة في توفير احتياجات إنسانية ملحة لمتظاهري ساحة التحرير. أناشد أكو شغلة جدا ضرورية محتاجية، وهي المغاسل المتنقلة. تكرم المغاسل المتنقلة، شون اللي بالزيارات موجودة على السيارات المغاسل المتنقلة. المغاسل المتنقلة جدا هنا ضرورية، قاعد نعاني من المغاسل. طبيبات بنات ويانا نعاني جدا من المغاسل، نمشي من هنا ندخل لسه نعاني من المغاسل. المغاسل مو نظيفة هاي اللي بداخل الجراج. وعلى الرغم من توفر الحد الأدنى للعلاجات اللازمة لإغاثة المتظاهرين، إلا أن أصحاب الأيادي البيضاء أكدوا أنهم بحاجة إلى المزيد من الدعم، لا سيما في ظل تصاعد أعداد المتظاهرين المصابين برصاص وقنابل القوات القمعية الحكومية.